نروح مطبخ انا وياه. يلا. طيب ارض وورد مع الشيف حسين. ارض وورد مع كندا طبعا. واليوم عنا موضوع صورتيه برا شكلك. عنا اليوم مثل ما وعدناهم للمشاهدين امبارح رح نعمل ملخص اليوم للجاردن شو. كل النشاطات والاحداث يلي صارت بها المعرض يلي كان الاسبوع الماضي والزوار يلي كانوا كتير كتار واكيد انبسطوا كتير باجواء الجاردن شو يلي مثل كل سنة بيكون اجواء كتير حلوة. الطقس كان كتير حلو كمان الاسبوع الماضي ولح نشوف سوا شوي من اجواء هالمعرض لحتى نرجع ننتقل ونشوف شو هي ابرز النشاطات خاصة بعالم الحدايق والشطور. خلينا نشوف هالكليب الصغير نشوف كيف كانت اجواء الجاردن شو اند سبرينج فيستيفال لسنة 2018. حلو بخرج يعني هالمعرض عن جد يمتد اكثر من 3 4 ايام لازم لانه بتصور انه بينجح بشكل كثير حلو قد ما المنظر حلو الواحد صحيح. انه بينزل بيتمشى بس تحت وبيتمشى الهواء النظيف كثير حلو. وهو اصلا موقع سبق الخيل جوزيف يلي هو فعلا يعني مكان كتير حلو ومكان كتير موقع خاص بقلب بيروت نزهة فيه لحالة بين السنوبر في سنوبر ببيروت له كتير رمزية وله كتير هيك بتحس حالك عن جد مبسوط وبترجع بتقول انه عن جد حلوة مدينتنا. يعني كان في مجموعة كتير كبيرة من المحلات لعرضة شطول ومفروشات للحدايق يعني باسعار حلوة وموديلات جديدة صحيح. يعني هذا اللي كان بيميزه وكل سنة بيكون كتير ناجح. يعني متمنى من الصبايا اللي كانوا معنا المرة الماضية انه يمددوا اكتر السنة اللي جاي يكون على اسبوع وعشرة ايام حتى لانه بتصور بيلاقي كمان نجاح. من ابرز النشاطات يلي صارت والافكار يلي كانت موجوده بالجاردن شو اول شيء موضوع هالسنه لانه كل سنه بينطرح موضوع معين خاصه لللاندسكيب ديزاينرز كان ساوندز ان ذا جاردن يعني الاصوات يلي بتسمعها بالجنينه وبالتالي كان في حدايق تنسقت على هالموضوع بالذات. رح نشوف هلا بالتقرير بنشوف اصوات الماء اصوات الشجر اصوات السكوت كمان بالجنينه يلي بنقدر انه هيك نحسه لما نكون بالطبيعه. بالاضافه لهالشيء اكيد كان في تنسيق الازهار ومثل ما شفنا بالكليب كان في كومبيتيشن او مسابقه لاجمل بوكيه وهالسنه كان الموضوع تبولا سينجينج بوكيه يعني البوكيه اللي بتغني فشفنا كمان كثير من المتسابقين كتير اشتغلوا لحتى يقدموا اجمل ما عندهم بهالمجال هيدا واكيد كان في كمان كتير ناس عارضين افكار جديده. رح نشوف فوتوي من الجازون او كنبيه معموله بينقعد فيها عليها الجازون بينقعد عليها. وبدي اختم بكمان الحدث يلي كل سنه بيكون في نبته بتنحط تكون هي النبته اللي بيتضوا عليها خلال الجاردن شو وهالسنه كان الزعتر البلدي
كان في 5000 شتلة زعتر توزعت مجانا للزائرين. هو كان التام تبع الجاردن شو؟ ايه يعني هي كل سنة بيكون في موضوع للحدائق اللي كان الساوندز ان ذا جاردن او اصوات الحديقة، وكان في نبتة هي اللي مسلط الضوء عليها اللي هي زعتر البلدي. وكان اللي بي احنا وصغار الزعتر بقوي الذاكرة. صحيح. وبعدك عم تاكل زعتر؟ ايه طبعا. اوكي. كمان مثل ما قلت كان في 5000 شتلة زعتر توزعت مجانا من قبل تعاونية منتجي الاغراس الحرجية بلبنان، وهالشيء لحتى يشجعوا على اعادة انتاج واعادة زراعة النباتات اللبنانية الاصولة اللبنانية. خلينا نشوف على كل حال هالتقرير بيحكي اكثر بالتفصيل. اكيد بنعمل ثيم لكل جنينه بنعملها، والثيم هو السنه عن المي وكيف تفاعل الانسان مع المي وكيف بيس يقعد بجنينته وبيحس بريلاكسيشن هو قاعد بجنينه. نوع من نبعه مي هيك على القديم كنا نروح نعبي مي منها، هذا الصوت الخرير اللي بيحب يسمعه. وعملها بديفرنت ثيمز، عملها جابانيز ستايل مثل ما رح نشوف على ايد الشمال، وراي ميديترينيان ستايل البحر المتوسط، برجع عملنا كمان جراس ستايل، وعنا وراي مثل ما شايفين هو شوي ماونتن، يعني كل شيء خاصه بالجبل، كل شيء كونيفر صنوبريات وراي. ففي واحد يستزوق بي من هالمجموعه من هالبلانتس، ومنظبط لهم اياهم باركتكتشر حلو، بديزاين حلو. هذا النوع من الديزاين بنفس الوقت هو سهل، الصيانه تبعوله ما انها كثير صعبه، بس في اكيد في اصناف كثير من البلانتس بنستعملهم تنعطي هالبيئه الحلوه بقلب الجنينه. تنقول عم نستعمل الكونيفير، في عنا تنقول البيسيا، عم نستعمل ورا مثلا مثل وراي الشوحه المستحيه، عم نستعمل الشوحه الازرق، عم نستعمل الجونيبرس يلي نوع من الشربين اللي بمد على الارض، هودي كلهم بيعطوا الكومبينيشن. السنة موضوع الجاردن شو هو أصوات الحديقة، كيف أنتو بروتس طبقتوا هيدا الموضوع بهالستاند؟ ونحن شغلنا العكس تبع الأصوات تبع تسمعيون اللي كان التام تبعون اللي هن بجنين إذا بدك عصافير وقصص بتحرتي وهيك، نحن شغلنا على the sound of time، يعني صوت الزمن اللي هو مستعملين فيه كتير ماتيريال ما بيحكوا، الصخر، البحص، الماي، الريفلكشن تبع المرايات، والشجرات اللي هن ثلاث قطع زيتونات كتير حلوين واخذوا كتير وقت تسيروا هيك وعمرهم كتير وقت وكبروا على رواق وبلا صوت. كزهور فريش كات يعني في اشياء اليوم عم نشتغل فيها مش كتير مألوفة بس مش موجودة عنا، ما بتطلع عنا، مثل إليكونيا هون، هيدا شيء إكزوتيك حلو كتير وبتضاين مثل قريب للوزود البردي، يمكن بتعيش عنا بس صعب شوي. هاي الفاندا كمان، هيدا كمان بالتأس الاستوائي أكتر شيء بتربى، بتعيش عنا بس بدها تربى وتصير هالقدة هتكون برا مش هون. هاي تقريبا شكلها مثل فلات لازم تتعلق تعبية موديلها، وشروشها بيكونوا برا بتعيش تقريبا عرطوبة. هالشرش بس يكون ابيض معناتها عطشان، بس يكون اخضر معناتها منيح ما بده مي. هيدي فينا ننقعها مثلا بسبور فيه مي، وفينا نرش على الشروش مي، اكيد بدها فاي ما بتقعد بالشمس لانه بتنلطش الوردة تبعها. وعنا كذا لون منها بالاجمال، كله ورد، كله الوان ناتورال مش مصبوغة ابدا. وهيدا كل شيء عنا الفاندا، شتلة حلوة مهضومة وهي من فصيلة الأوركيدي. حلو كتير الستاند يلي نحن موجودين فيه، خبرينا أكتر عنه. أول شيء thank you. نحن بالأساس نحن تصاميم and sea green، نحن شركة مقربة لبقع، منبيع الجازونات بلبقع، ومنعمل كمان لاندسكيب ديزاين كجنان للبيوت وما شابه. يعني في كمان أكتريتهم في عنا توريستيك بروجيكتس على السي سايد.
هلا بالنسبة للجاردن شو، نحنا كنا عم نفكر إنه في عنا، فكرنا إنه نعمل فرنتشر ونعمل عليها الجازونات. يعني as you can see it's very comfortable. You tried it. شو دور الجمعية بمعرض مثل الجاردن شو؟ أهلا وسهلا فيكم. نحنا بنعتبر حالنا جزء من الجاردن شو على مستوى إعادة إحياء النقاط الخضراء بلبنان اللي كانت بالسبعينات بحدود 35%، اليوم مع الأسف وصلت لل 11-11.5%. دورنا نزرع الشتول ونجني البذور المحلية المنشأ، ونقدر نرجع نزرعها ونحيي المحلات اللي صار فيها تصحر من وراء الرعي الجائر، من وراء الحرايق، من وراء عدة عوامل طبيعية ومن صنع الإنسان أدت لانخفاض درجة الخضار. حوالي عنا قدرة ننتج 750 لحد المليون شجرة بالسنة. من أهم السبيشيز اللي بنزرعها أو النباتات أو الأشجار المهمة اللي هي رمز بلبنان، الأرز اللي هو كل الناس بتعرفه بيعيش على الجبال. في عنا الشوح اللبناني اللي هو بيعيش أكثر وبشمال لبنان، بيوصل ماكسيموم بشري، بعد بشري جنوبا ما بنعود نشوفه. كمان بنركز بمشتلنا على الأشجار المنتجة، وهي بنفس الوقت بتكون حرجية مثل الصنوبر. صنوبر الجوي اللي بنقطفه بنستعمله الفواكه تبعه. كمان في عنا بعض النباتات أو الأشجار الحرجية اللي هي بتساعد على إنتاج العسل. كله الغابة لازم تكون متنوعة لأنه بتستفيد من بعضها هاي الشجرات، وإذا كانت الغابة نوع واحد بتكون منا صحية. كان مثل ما شفنا جوزيف جاردن شو كان متنوع كتير بنشاطاته بالاهتمامات، كمان بالإضافة للأماكن أو الأنشطة يلي سلطنا الضوء عليها. أكيد ما بدنا ننسى كمان الجناح اللي هو خاص بالسياحة البيئية يلي عم تاخد كتير حيز كبير من هالمعرض، لأنه صار في اهتمام كتير إن كان من قبل جمعيات فعلا عم تشتغل على الأرض أو من قبل حتى السواح يلي عم بحبوا إنه يتعرفوا على مناطق مختلفة بلبنان، يتعرفوا على طبيعتها، تقاليدها، حتى تراثها يلي هو بالأكل. وكان في أكيد جناح كتير كبير للأكل كمان. لكل الأشخاص يلي إجوا على الجاردن شو أكيد أنا إنه كتير استمتعوا بوقتهم. للأشخاص يلي ما إجوا إن شاء الله نكون نقلن لهم صورة حلوة، وهيك بيصيروا يتشجعوا إنه يجوا سنوات القادمة. شكرا لك كندا، بنشوفك إن الله رد يوم الخميس إذا الله رد. لكل المشاهدين بريك ومنرجع.